جزاك الله احسن الجزاء في الدنيا والآخرة. یہ تھے حافظ عمر فاروق صاحب حفظه الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. النور
زيتونا انت لا شرقي انت ولا غربي انت ينكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنور نور على نور يكاد زيتها نور على نور يكاد زيتها نار نور على نور يهدي الله لنوره يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع وينكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال
رجال لا تهمهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب عن ذكر الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب في القلوب يخافون يوما تتقلب في القلوب والأبصار عن ذكر الله ويقام
تتقلب في القلوب. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم.